أكد النائب بدر الدوسري نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب في أعمال الندوة المشتركة حول المجموعة الخاصة للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط والتي نظمها البرلمان التركي مع الجمعية البرلمانية لحلف شمال أطلسي الناتو بمدينة أنطاليا التركية. أكد أن موقف مملكة البحرين من القضية الفلسطينية هو موقف ثابت ومبدئي وداعم لها في كافة المحافل الإقليمية والدولية. وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من أنطاليا سعادة النائب بدر الدوسري نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب والمشارك في الندوة المشتركة حول المجموعة الخاصة للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط. مساء الخير سعادة النائب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالنور أخوي. يعني بداية لو تحدثنا عن مشاركتكم في هذه الندوة وأبرز الموضوعات المثارة. أولا طبعا أحب أن يعني أوضح أن ندوة الناتو التي عقدت في مدينة أنطاليا التركية هي ندوة نظمها البرلمان التركي وبرلمان الناتو، وشارك فيها طبعا أكثر من 100 برلماني من برلمانات دول حلف الناتو وكذلك برلمانات دول متوسطية وشرق أوسطية ومجموعات برلمانية مثل البرلمان العربي وبرلمان المنطقة المتوسطية. لذلك يعني هذه بدايتها في المشاركة. والحقيقة يعني ناقشت الندوة عدة موضوعات مهمة على مدى تقريبا 3 أيام موزعة من تاريخ 12 ل 14، وهي على 12 جلسة، وكل جلسة تناقش موضوع أو منطقة من مناطق العالم التي تشهد مشاكل أو نزاعات أو ما شابه ذلك يعني. نعم. طيب سعادة النائب، يعني من خلال مشاركتكم يعني ما هي الرؤية أو هل تقدمتم بأوراق عمل إلى هذه الندوة والتي تعكس يعني موقف مملكة البحرين؟ طبعا الله يسلمك، كانت لنا مداخلات يعني من ضمن تلك الجلسات كانت عن طبعا التدخلات الإيرانية على التي أثرت على استقرار وأمن الخليج والمنطقة العربية والشرق الأوسط وحتى أوروبا وأمريكا أيضا. نعم. فكانت لنا مداخلة في ذلك اللي تخص هذه الندوة. طبعا كانت مداخلتنا بخصوص التدخلات الإيرانية ويعني اللي كانت تضر أو تمس الخليج العربي ككل. نعم. سعادة النائب، هل وجدتم تفهم يعني من خلال هذه المشاركة لهذه الرؤية يعني أو لهذا الموقف الذي تقدمتم به؟ طبعا فيها استحسان من قبل أهل الندوة هذه. نعم. كانت فيها جماعة يعني جماعة حصلت استحسان من وتصفيق يعني كذلك من الناس كلها ما شاء الله. نعم. من أنطاليا سعادة النائب بدر الدوسري نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب والمشارك في الندوة، شكرا جزيلا لك.